وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين الدكتور عمار عودة. أهلا ومرحبا بك دكتور عمار. بداية، نظمتم في قسم الفتوى ندوة متخصصة عن المناهج المعاصرة في الفتاوى، ما أهم ما جاء فيها والأوراق التي قدمت خلالها؟ مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على هذه التغطية. عليكم السلام. أهمية الندوة تنبع من بحث موضوع الفتوى، وهو موضوع مهم يحتاجه جميع الناس. وإسهاما من الهيئة في خدمة المجتمع، قامت بهذه الندوة لبيان أهمية موضوع الفتوى والاستفتاء وكشف الأخطاء التي تقع أحيانا نتيجة الجهل بالواقع أو تطفل بعض من لا علم له ولا خبرة بهذا الموضوع المهم. وتضمنت الندوة كما ذكر في تقريركم ثلاث ورقات. نعم. الورقة الأولى تحدث الباحث فيها عن مفهوم الفتوى ولمحة عن المناهج المعاصرة فيها. والورقة الثانية تكلم فيها الباحث عن الخروج عن الأصل في الفتاوى المعاصرة. نعم. وتضمنت الندوة ورقة ثالثة بعنوان أمثلة لفتاوى شرعية في مواقف تاريخية. نعم. هذه الأوراق البحثية قدمها باحثون مختصون. نعم. الهيئة. وستتلو هذه الندوة ندوات أكثر تخصصا في الأيام القادمة إن شاء الله. طيب دكتور، ما أهمية البحث في هذا الباب المهم من العلمي في هذا التوقيت من وجهة نظركم؟ في هذا التوقيت كما تعلمون يمر العراق وغيره من البلاد العربية والإسلامية في ظروف صعبة تكالب فيها كثير ممن ليس له اختصاص في هذا الشأن، وأصبح كثير من الناس يدعي أنه مفتي وأنه عالم وأن غير ذلك، ويفتي للناس بما لا يصلح أن يتعامل به الناس. وكذلك في بلدنا الجريح هناك قلة علم فظيع، أصبح بعد الاحتلال كما تعلمون من تردي العلم في البلد الجريح. نعم. فأصبح كثير من الناس يفتون الناس بغير علم. فالهيئة تسعى من خلال هذه الندوة وغيرها من الندوات ودعمها لطلاب العلم والعلماء أن تنهض بالواقع العلمي وبواقع الإفتاء لكي يصبح الناس على بينة من أمره. إلى أي مدى ترون أن ظاهرة فوضى الفتوى أصبحت متفشية وتحتاج إلى قواعد من أجل أن تضبطها؟ نعم، الفوضى كبيرة جدا كما هو معلوم، وخصوصا في بلدنا العراق. نعم. لا توجد هناك ضوابط، لا تعرف من هو المفتي ولا تعرف من هو المستفتي، وخصوصا في وقت انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تنقل الفتوى بدون معرفة من هو المفتي ومن الذي قال وما هو دليله. فلا بد في هذا الوقت الحرج أن يبين العلماء من هو المفتي، ما هي شروط المفتي وما شروط المستفتي، وما هو الأمر الذي يفتى به وما هو الأمر الذي يحقق المصلحة للناس وما يحقق المفسدة للبلاد والعباد. نعم. إلى ماذا ترجعون أسباب ظهور هذه الظاهرة، أي فوضى الفتوى، وإلى أي مدى استطاعت الندوة وضع يدها على هذه الأسباب ووضعت لها حلول لعلاجها؟ كما هو معلوم أن الفوضى بدأت بعد الاحتلال الأمريكي لبلدنا العربي. نعم. فبعد الاحتلال انهارت المنظومات التعليمية الرصينة، وهذا الأمر يعرفه القاصي والداني أن العراق أصبح في قائمة آخر الدول من الناحية العلمية. نعم. فعندما انهارت التعليم والعلم وقتل العلماء في العراق باغتيالات منظمة ومدروسة، وحتى الذي لم يغتال أصبح يخاف من الكلام ويخاف من توجيه الناس إلى الطريق الصحيح لأنه ربما يتعرض للاغتيال. فهذا الأمر سبب شرخا كبيرا وخللا كبيرا في العراق، أصبح بحيث أن المفتي الحقيقي لا يستطيع الكلام، وتجرع الإفتاء من ليس هو أهل لهذا الفن. عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين الدكتور عمار عودة، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.